عيدك مبارك أيامك سعيدة، عيدك مبارك أيامك سعيدة، في سرور وقبول تبقى أيامك 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 سعيدة. في حلقة جديدة من برنامجنا عيدكم مبارك. في هذه الحلقة العيدية بنودع فيها أيام العيد السعيدة اللي مليانة فرح ومحبة وتسامح، أيام كانت كلها زيارات عائلية وتهاني قلبية وطقوس كثيرة مميزة. نتمنى أنكم استمتعتم بأوقات جميلة مليئة بالفرح في هذه الأيام المباركة يا صفاء. أما شيماء، أهلا ومرحبا بك يا مشاهدينا الكرام في خامس حلقة من تغطيتنا العيدية في خامس أيام العيد المبارك. احتفلنا فيها معكم بأيام فضيلة عززت في طقوسها الإسلامية روابطنا الاجتماعية وقيم المحبة والسلام اللي غمرتنا بأجواء ملأت قلوبنا بالسعادة والوئام. صفاء، اليوم وصلنا لآخر حلقات برنامجنا مع الأسف. نتمنى أنه يكون نال إعجابكم وكان عند حسن توقعاتكم. معلش يعني واعذرونا لو حصل أي تقصير، ونتمنى أننا نلتقي في أعياد قادمة وأنتم بصحة وسعادة إن شاء الله. أختي وزميلتي العزيزة صفاء، بشكرك على الرحلة الجميلة هذه في تقديم البرنامج. كل سنة وأنت طيبة، وأتمنى لك طيبة أعوام سعيدة وعام سعيد، ونوجه تحياتنا وتهانينا لكم مشاهدينا الأعزاء، ونقول لكم عيدكم مبارك وكل سنة وأنتم طيبين. كل سنة وأنت طيبة شيماء، وكل سنة أو كنت سعيدة يعني بتقديمنا البرنامج هذا مع بعض، وأتمنى لك عيد سعيد ومليان بالبهجة. وكمان يعني نوجه التهاني والتبريكات لمشاهدينا الكرام، عيدكم مبارك وكل سنة وأنتم بألف خير. قبل ما نرحب بضيوفنا الكرام هنا في الاستوديو، نؤكد لكم مشاهدينا أننا بدأنا باستقبال اتصالاتكم وتهنئاتكم على أرقام البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. إن شاء الله اللي ما حالف الحظ في الأربع الأيام الماضية يبتسم له الحظ ويمسك اتصاله ويهني أهله وأحبابه. ونرحب بضيفنا الفنان والإعلامي محمد النجدي هنا في الاستوديو. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة يا رب. كل عام وانت بخير. أنتم وجميع مشاهدين قناة يمن شباب وكل اليمنيين في الداخل والخارج وأيضا كل الأمة الإسلامية. نعم، كما يسعدنا يعني أيضا ترحيب بالعازف عامر العمري اللي رافقنا خلال جميع حلقاتنا. مساك سعيد عامر. مساكم أسعد، حياكم الله، سعيد جدا بتواجدي معكم. وإحنا أسعد والله، سعداء جدا بتواجد الفنانين الرائعين معنا. وأيضا يا صفاء، أنا حزين أنه اليوم آخر يوم بنستقبل اتصالات في هذا العيد. نستقبل اتصال الآن ونقول ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وانت بخير وبصحة وسلامة. أجمعين إن شاء الله، وعيدكم مبارك. كل عام وانتم بخير. وأنت بخير، من معنا ومن أين؟ معي فارس عبد الرقيب من محافظة شبوة. يا أهلا بفارس. فارس أيوه. يا أهلا فارس، كل عام وانت بخير وبصحة وسلامة. كيف العيد بشبوة؟ والله العيد بشبوة تمام الحمد لله تمام. من صوتك ولهجتك تبين من تعز كأنه وعايش بشبوة. عايش في شبوة. ما شاء الله عليك، عرفتي على طول. شفت الأهل تعز على طول، احنا بين على طول. وأنا منها تتابعكم. الله يحفظك. كيف شفت البرنامج يا فارس؟ بين أحبنا قناة الشباب الصبح، يعني قناة يمن شباب أحلى قناة عندي الصبح، يعني أنا بين التابع أول وأدعي. وقالت يا شباب تحبك. الله يحفظك يا فارس، من حابب تهني؟ مبدعين والله يسعدكم، وإحنا حزينين لأنه اليوم آخر يوم. إي والله يحفظك. وإحنا كمان والله. إن شاء الله يعني هذا البرنامج يقودنا لبرامج أكثر يا رب، ونكون على تواصل معاكم مشاهدينا. إن شاء الله. يا فارس، من حابب تهني؟ أحب أهني الوالدة والزوجة والأصدقاء، وأهني عمنا صاحب محلات بنت النور للعبايات. كل عام هذه الشغل يعني طبعا خلاص دعايه مجانيه، وان شاء الله يلبسونا كمان بالعيد نشوف كيف ان شاء الله، او البرامج اللي بنقدمها عن طريق من شباب ان شاء الله.
شكرا لاتصالك. شكرا لاتصالك يا فارس. اتصال جديد. الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، عيدك مبارك. من معنا ومن وين تكلمنا؟ انا اسماعيل عبد الرحمن. زكريا عبد الرحمن من تعز. زكريا عبد الرحمن من تعز. زكريا عبد الرحمن من تعز. نحييكم ونحيي قناة كمان شباب ونرحب بكم. ألف تحية لك. الإعلامية، ونقول لكم عيدكم مبارك، كل عام وأنتم بخير من العايدين والفائزين السالمين إن شاء الله. كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة. من تحب تهني؟ أولا وبداية أحب أهنيكم وأهنيكم على العيد، وأهني البرنامج نفسه هذا على العيد، وعيدكم مبارك، وإن شاء الله عيدنا يكون سعيد كل الأعياد. ان شاء الله. والله سعيدين جدا جدا بتواصلنا معكم في هذا البرنامج وقناه يمن شباب. والله واحنا سعداء اكثر فيك وسعداء باتصالك، ومبسوطين انه مسك معك الاتصال اليوم وسمعنا منك. اكيد اكيد، والله منورين البرنامج باقوى قوتكم. الله يحفظك. شكرا شكرا شكرا. احنا مبسوطين بهذه اللفته منك. اهنيكم واهني اخوتي وابي وامي وجميع الناس. يوصل. كل عام بخير. اتباع الطريق عيدين، العيد عيدين. كل التهنئات بهذه الخبر السعيد، انفتاح الطرق في تعز. كيف قضيت العيد وكيف اثر عليك انفتاح الطرق؟ والله هذا العيد وقع احلى عيد شفته، يعني من 10 سنوات. من عيد سعيد ان شاء الله باذن الله. الف حمد وشكر لك يا رب. شكرا لك وسعداء باتصالك. كلمة أخيرة حابة تقولها؟ صفاء، مع ضغط الاتصالات اليوم، لأنه آخر يوم بدأنا على طول بهذا الاتصال. نرجع للاستوديو للفنان الجميل وصاحب الصوت الرائع. تسلمي على أطراك. الأستاذ محمد، إيش سمعنا بداية؟ طبعا أغنية عيدية هي موجودة في إشارة البرنامج. عيدك مبارك. يلا نستختم بها كل يوم نسمعها شويه في شارة البرنامج. اليوم ان شاء الله نسمعها كلها منك. أيامك سعيدة.
ترجع أيامك 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 سعيدة. الله يا محمد تبقى أيام الشعب اليمني كلها سعيدة إن شاء الله يا رب. إن شاء الله بإذن الله. إسلموا. كيف كان العيد معك يا محمد؟ احنا اليوم اخر ايام العيد بالنسبه للبرنامج. هل العيد في الغربه انتم مجربين له يعني وعارف انه شويه مختلف تماما يعني. ايش اجمل اعياد بالنسبه لك اللي قضيتها ولسه يعني؟ انا بالنسبه لي عشت العيد في ثلاث محطات تعتبر، في ريمه لما كنت في الطفوله، وبعدين في الحديده، وبعدين هنا في الغربه. فتختلف يعني. في الحديده ايه فتره طويله عشت، فتره الثانويه والجامعه وما بعد الجامعه. جميل. طب ذكرياتك في؟ طبعا لو سألتيني عن أفضل، طبعا وقت الطفولة، لأن الطفولة في مجتمع القرية الكل نعرف بعض، زملائنا في المدرسة، زملائنا في القرية، نعرف بعضنا كلنا يعني، نلعب نروح نرجع، في معانا يعني في طاقة عند الطفولة أنه يلعب ويروح ويجي، وزيارة الأهل والأقارب وكذا، فكانت أفضل. في الحديدة كنت شوية كبير، فأنت أصبحت مسؤول عن اللي أصغر منك، لا تروحوا شينا، لا ترجعوا شينا، لما تروح الملاهي أنت الكبير فيهم، انتبهوا لا تفلتوا، لا. فتختلف يعني. في هنا أحيانا تحس أني في عيد، أحيانا ما تحس أني في عيد. بالنسبة للغناء، متى اكتشفت أنه عندك موهبة في الغناء، وكيف بدأت؟ طبيعي هذا في الإنشاد والغناء يعني. في المدرسة أكيد، في إذاعة المدرسة. طب أنا كمان يا صفاء كنت أغني في المدرسة مع الأسف، لكن صحيح كثير من الناس يعني في بعضهم يواصلوا وبعضهم ما يواصلوا. يعني مثلا أنا الآن ما واصلت، بس أحيانا كذا نغني بين فترة وفترة. طيب نرجع لك إن شاء الله يا محمد، بس نستقبل هذا الاتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلين. كيف الحال؟ الحمد لله، عيدك مبارك. من معنا ومن وين؟ عيدكم مبارك، كل عام وانتم بخير والشعب اليمني بخير. كل عام وانت بخير. من وين تكلمنا ومن وين؟ من برع، محافظة الحديدة، مديرية برع. مديرية برع في الحديدة. من الاسم الكريم؟ الاسم محفوظ احمد محمد البرعي. محفوظ، اهلا وسهلا يا محفوظ. كيف كان عيدكم في برع؟ والله عيد تمام الحمد لله. من تحب تهني؟ أولا عمي الشعب الفلسطيني، وأقول لهم إن شاء الله منصورين منصورين إن شاء الله، أطفالنا إسرائيل وأمريكا إن شاء الله. آمين يا رب. وثانيا عمي الشعب اليمني خاصة، وأقول لهم إن شاء الله بتفك الأزمة قريبا. آمين يا رب. وإن شاء الله نصروا المجاهدين في الجبهات وتحصل الأمور إن شاء الله كل شيء لطيف. محفوظ، كان في عندكم هذه السنة حجاج من المنطقة؟ نعم حجاج، نعم. وكيف استقبلتوهم؟ أو لسه ما وصلوا؟ عادم عادم ما قدروا عادم. وكيف تستقبلوهم؟ كيف تستقبلوهم لما يوصلوا؟ يعني نستقبلهم بالبرع وبالفرحة وبالطواش وبالألعاب النارية، يعني زكهم يعني زي ما الحجاج يعني كل سنة. إن شاء الله عيدك مبارك يا محفوظ، سعيدين باتصالك وكل عام وأنت بخير. شكرا. الله يتقبل من الحجاج. ونستقبل الآن اتصال آخر يا صفا، ونقول ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا ومن أين؟ معكم خالد أحمد الشبان من صنعاء. الاسم الكريم؟ خالد أحمد الشبان من صنعاء. يا أهلا خالد، كل عام وأنت بخير بصحة وسلامة يا رب. بألف سلامة إن شاء الله، من عايدين. من عايدين فايزين يا رب جميعا. كيف كان العيد معك؟ والله أحلى عيد الحمد لله، عيدنا وأهلنا وداوتنا الأهل والأصدقاء. الحمد لله. ايش اكثر شيء زاد العيد بهجه بالنسبه لك؟ زياره الاهل والاصحاب. الله يديم الزياره هذه ويحفظكم جميعا. من حابب تهني بهذا العيد؟ والله اول شيء اهنيكم
وعندي فاضل برنامج وضيوف الكرام. كل عام وانت بخير. وانت بخير ان شاء الله، وزوجتي وامي الغاليه الله يحفظهم لك يا رب، واخواني الذي في الاردن يوصل سلامهم يا رب، وإن شاء الله العيد القادم تكونوا مع بعض وتجمعكم، يعني اللي بالغربة يجتمع مع اللي في البلاد، وفي عندك أصدقاء معينين حابب أنك ترسل لهم تحاياك عن طريق يمن شباب؟ هني صاحبي وصديقي وأهل بلدي وصاحبي حسان، الله يحفظهم لك. آمين يا رب. شكرا على اتصالك، وكل عام وانت بخير وصحة وسلامة يا رب. معنا اتصال جديد. ألو. ألو. أهلا وسهلا، من معنا؟ أهلا وسهلا فيكي، كيف انتين يا أستاذة؟ كيف حالك؟ الحمد لله حبيبتي، أهلا وسهلا، كل عام وانت بخير. علينا وعليك بالصحة والسلامة، كيف انتين؟ عيدك مبارك، كل سنة وانتم طيبة. عيدك مبارك إن شاء الله. من معنا؟ معك أم عبد الله. أم عبد الله، أهلا وسهلا يا أم عبد الله، من وين؟ من محافظة إب. أهلا وسهلا، كيف كان عيدك يا أم عبد الله؟ والله عيد روعة روعة. الحمد لله الحمد لله، إيش أكثر حاجة كانت مميزة هذا العيد؟ كل شيء كل شيء، أي عيد باليمن دائما يكون روعة. الحمد لله، إيش طبختي هذا العيد؟ إيش؟ إيش طبختي هذا العيد؟ طبعاً الكبسة واللحم وكل شيء. الحمد لله، من تحبي تهني؟ أهني الشعب اليمني كامل، وأهني أبي، وأهني عائلتي كامل داخل اليمن وخارجه. كل عام وهم بخير وربنا يحفظهم يا رب. عندك ناس محددين تحبي تهنيهم؟ صحباتك؟ صديقاتي كاملة أهنيهم كلهم باسمه وصفته ومقامه، كل واحدة باسمها إن شاء الله. الله يحفظكم يا رب. خرجتي هذا العيد تمشيتم؟ إيه؟ تمشيتم هذا العيد؟ خرجتي لقبل ربي والمشنة ولا أي مناطق معينة تمشيتم؟ مشورة؟ أيوة أكيد. حلو. الحدائق والمشورة قبل ربي. الله يسعدكم يا رب. الله يسعدكم يا رب. شكرا. يلا الله معكم. شكرا يا عبد الله، شكرا، كل عام وانت بخير، شكرا لاتصالك. نستقبل اتصال جديد ونقول الو. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا، كل عام وانت بخير بصحه وسلامه يا رب. من معنا؟ وانت بصحه وسلامه عافيه، عمران من شبوه. من؟ عمران من شبوه. يا اهلا ام رامي، ممكن تقربي الميكروفون شويه او التليفون عشان نسمع صوتك. يا اهلا ام رامي، كيف صوتك ضعيف يا ام رامي، الصوت ضعيف. مبارك، كل عام وانتم بخير. انت بخير بصحه وسلامه يا رب. من شبوه ام رامي، كيف العيد بشبوه؟ ما شاء الله تمام، العيد حلو الحمد لله. انت الحلوه والله. احبنا نهنيكم بالعيد، وكل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحه وسلامه ام رامي. ايش التجهيزات اللي جهزتيها بالعيد، وكانت أفضل حاجة عملتيها بالعيد؟ ما شاء الله سوينا البيتي فور والبنت الصاحبة. الله يديمها لكم نعمة يا رب، ويديم هذه التجهيزات وهذه آمين يا رب. إيش التجهيزات اللي تسووها بشبوة؟ يعني الأكلات الشعبية واللحوم إحنا يعني من تعز. أنتوا من تعز وجالسين بشبوة. في حد زاركم من أهلكم مجولة عندكم، ولا أنتم سافرتم ولا شيء؟ يعني سافر حوالي قطع. الله يسعدك. حاببة أنك ترسلي تحايا عن طريق يمن شباب لأصدقائك؟ أيوة، أهلي وأبارك وللأحباب في تعز، وأقول لهم ألف كل عام وأنتم بخير في العيد الأضحى المبارك. كل عام وانت بخير يا رب. هنية خاصة للوالدة حفظها الله. الله يحفظها. وشكرا لمتابعتكم معنا، وجزاكم الله ألف خير. والله هذا البرنامج أنتم حليتوه، والاتصالات حقكم أبهجتنا كلنا، كل الطاقم وكل حتى الضيوف، يعني مبسوطين بسماعكم. كل عام وانت بخير وصحة وسلامة. آمين يا رب، وإياك لكم ألف شكر. الله يحفظك. كل الشكر لك. مع السلامة.
اتصال جديد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، عيدك مبارك. وعليكم بخير يا كيف انتو؟ الحمد لله. من معانا ومن وين؟ معك هديل المدازي من صنعاء. هديل، اهلا وسهلا يا هديل، كيف كان عيدك يا هديل؟ تمام الحمد لله. مبسوطة بالعيد؟ تمام الحمد لله. من تحبي تهني يا هديل؟ والله أهلي أمي وخواتي وأبي صاحباتي. كل عام وهم بخير وربنا يحفظهم يا رب. يا رب. هديل طلعتي بالعيد والعيد عدو مستمر عندكم ولا لا؟ أجواء العيد لسه موجودة في العائلة؟ ايه اكيد اكيد، اجواء حلوة وخرجات ولا كمان الله يتفلق وجودكم يا سيدي. يا حبيبي تسلمي لنا، فديتش والله. الله يخليك، شكرا على هذا الاتصال وربنا يديم فرحة العيد ويعني شيء سعيد انه الله يديم عليكم الفرحة يا رب، يديمها على الشعب اليمني كله ان شاء الله. هديل شكرا يا هديل لاتصالك، وكل عام وانت بخير. نستقبل الان اتصال جديد يا صفاء ونقول الو. السلام عليكم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. يا اهلا، كل عام وانت بخير وبصحة وسلامة. وانت بخير وصحة وسلامة ان شاء الله. امين يا رب. من معنا ومن اين؟ معك زينب عادل من محافظة الضالع. يا اهلا زينب، كأنه أول اتصال من الضالع. لا، ثاني اتصال. ثاني اتصال، كل عام وانت بخير، كيف العيد معاكم بالضالع؟ وانت بخير وصحة وسلامة، والله العيد حلو بوجود الأهل والأصحاب والأقارب وال الله يجمعكم دائما على خير وعلى سرور وفرح. ايش اسالك، ايش الاماكن المميزه اللي يروحوها اهل الضالع بالعيد؟ ها؟ الاماكن الحلوه اللي الناس بالعيد تروحها بالضالع. والله في اماكن يعني حدايق، في الاهل الزيارات كثيره وعلى بالضالع. طب رحتم وادي بنا ولا لا؟ ها؟ رحتم وادي بنا ولا لا؟ ورحنا وادي بنا وامصار في كل مكان، والدنيا خضراء وجميله والجو جميل. زينب، من حابب انك ترسلي لهم تحايا وتهنيهم بالعيد؟ والله اهلي والاصحاب والاقارب والكل ومريت كلها بشكل عام. الله يحفظك يا رب. كيف شفتي برنامج عيدكم مبارك؟ كيف شفتي البرنامج اليوم الحلقة الأخيرة؟ ونحن من أول أيام العيد لخامس أيام العيد معاكم. والله البرنامج حلو، انبسطتوا بالبرنامج وإحنا انبسطنا كمان بصوتك اليوم. تسلمي. الله معك. الله معاكي، وشكرا جزيلا يا زينب، تحية لعائلتك. معنا اتصال كمان. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلا وسهلا، من معنا ومن وين؟ اهلا وسهلا. اسماعيل الزيلعي. اسماعيل؟ اسماعيل الزيلعي. اهلا وسهلا يا اسماعيل، من وين تكلمنا ومن من وين تكلمنا؟ نكلمكم من المكلا. اهلا وسهلا باهل المكلا، انت من المكلا؟ انا بس عايشين هنا في المكلا الحمد لله. الحمد لله. كيف كان عيدكم هذه السنة؟ والله الحمد لله تمام، العيد فرحة وبهجة وسرور الحمد لله تمام. والله الحمد لله، ربنا يديم عليكم البهجة والسرور والأعياد إن شاء الله برفقة كل أحبائكم. من تهني يا إسماعيل؟ والله نهني الوالد بالعيد السعيد، ونهني أخواننا طاهر وعبد الحكيم، ونهني هارون وهشام وأم بغداد وأم أمين وأم أريج. كل عام وهم بخير. نهنيهم بالعيد المبارك، وأم القسام نهنيهم بالعيد المبارك، ونقول لهم عيد سعيد وكل عام وأنتم بخير. كل عام وهم بخير إن شاء الله، وعيدك سعيد إسماعيل، سعداء باتصالك وشكرا لك. شكرا إسماعيل، ونستقبل اتصال جديد. اليوم اتصالات كثيرة يا صفاء.
بحكم انه اخر يوم. نقول الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. كل عام وعليكم السلام. يا اهلا، كل عام وانت بخير وصحه وسلامه. كلام بخير. من معنا ومن وين تكلمنا؟ من تعز. من تعز، ايش اسمك؟ محمد خالد. يا اهلا محمد خالد، كيف العيد معك يا محمد؟ تمام. تمام، كيف كيف كانت لبست ملابس العيد وشريتم ملابس؟ ايه. اها، جمعت عيدية؟ ايوه. وايش اشتريت؟ عاد مخبى ولا اشتريته؟ اشتريت فيه بحاجات؟ مخبى. لا خبيتها. ليش تخبيها؟ ايش بتفعل بها بعدين؟ بروح على الحديقة. الله الله، زي صفا لما كان صغير كانت تروح على الحديقة. يلا يا محمد، ان شاء الله تستمتع بالحديقة يا محمد. ان شاء الله يا محمد. يلا ها تكلم. اتكلم، ايش كنت بتقول؟ ممكن اشارك؟ يلا شارك. شارك يا محمد. وجع قلبي يا فلسطين، علي حصل فيكي وعرف طريقك فين وبروحي افديكي، والاقصى فين العرب وين على العزة، والدم سالك العيال حزينة يا غزة، والضرب من سهل والدم امريكي، يا اقصى وجع قلبي يا فلسطين، اللي حصل فيكي وعرف طريقك فين وبروحي افديكي. الله، شكرا يا محمد، شكرا على الصوت الحلو. شكرا يا محمد، ويا رب يوصل غزه. وشكرا، يعني حلو انه الاهل يربوا عيالهم على القضيه. ايوه، يعني دخلوا هذه الأفكار بعقولهم يكبروا. شكرا جزيلا يا محمد خالد، وتحية لعائلتك ولأسرتك. نروح الآن نرجع لعند محمد. محمد، كيف الاتصالات؟ والله مبهجة أنك تسمع الناس سعيدة ومبسوطة ومن كل المحافظات، من الضالع من المكلم، من ما شاء الله. لهجة الكوكتيل هذا الجميل بالضبط، الواحد يفرح ويطعم العيد يعني. أيوة، فعلا طعم العيد مختلف معاهم بالضبط، يعني شيء مبهج فعلا. صحيح. انت كيف كانت اعيادك باليمن؟ وين حددي، في الحديده ولا في ريما ولا فترة الطفولة؟ لا، احنا عندنا فضول يعني نعرف في ريما. في ريما زي ما ذكرت سابقا انه المجتمع متآلف، لانه مجتمع صغير بالقريه، الكل يعرف بعض، والفرحه تبدا من قبل العيد، انك تسمع بالناس يبداوا يرجعوا من الغربه، لانه دائما كانت الاعياد تجي في فتره الشتاء، لانه المجتمع القروي معتمد على الزراعه. ففتره الشتاء الناس تروح تغترب. فبالاعياد ترجع الى القريه، فيكون في فرحه انه فلان بيجي فلان، يعني يبداوا الناس يرجعوا من المدن الى القرى. هذه الفرحه الاولى، انه يصلوا ويجيبوا واهل القريه يتجمعوا يشوفوا اللي جا من المدينه بالضبط، ويجيبوا الهدايا ويجيبوا. هذه الفرحة الأولى، فرحة وصول المغتربين، وأنا أبي كان واحد منهم، يعني تجلس تنتظرها. لو وصل واحدها أبي بيروح متى؟ ويجيبوا طبعاً معاهم حاجات أكيد، يعني بيجيبوا ملابس وهدايا، وكمان يجيبوا معاهم فلوس. احنا كأطفال كنا فرحانين يعني. لأنه بتكثر العيديات. أيوه. طب كلمنا عن الحادثة اللي تخص الذكريات الأليمة لما نسيتها، خروف العيد. بعدين في يوم العيد يكون في مراسم حلوه، انه يروح يصلوا العيد في مكان معين في القريه، تجمع الناس كامل، يكون مثلا منطقه مفتوحه. بعد الصلاه مباشره يبترعوا. بعدها يكون في عندنا البرع، يعني البرع بعد صلاه العيد. بعد صلاه العيد هذه يعني عادات وتقاليد. بعدها يروحوا فطور، بعد الفطور تجي مراسم انه العيال يروحوا يعني يجمعوا العيديات وكذا. بعدين تجي الغداء، بعدين بالعصر يكون في الاهل يعني يتزاوروا، تروح عند خالتك تجي عندك، تروح عند عمتك وكذا، او يجتمعوا في بيت واحد مثلا، فالكل يعرف الكل يعني في او احيانا حتى كل رجال القريه يجتمعوا في منزل واحد، في ديوان واحد يخزنوا فيه يعني. فذكريات حلوه. الموقف اللي ذكرته انت، هو انا عندي ذكريات غير لطيفه مع كبش العيد. طبعا كبش العيد هم يشتروه لسه صغير عشان يتربى عندك، تاكله كويس، يربوه للعيد.
فلما يجيش عندك 6 شهور 7 شهور يعني يكون مثل اخوك تلعب معاه تروح معاه مره واحده يعني صديقك مره واحده لنفترض هو لانه ما عندي اخوان انا فيعتبر اخي ففعليا يعني هو يتعود عليك وانت تتعود عليه يعني انت تصيح له هو يجري وراك تروح مكان يجي معك فخلاص التواصل بينك انت هو الكيمياء لطيفه جدا يعني عملت لغات تواصل بالضبط. ايوه فيجي يوم العيد الناس كلهم فرحانين وانا عندي لا بيذبحوه ما فيش عيد عندك فمؤلم صراحه وداع. لما تشوفه ينذبح وينسلخ بعدين يجي إلهي. حتى احيانا وقت الاكل اجي اقول لا انا ما باكلوش هذا كيف اكل هذا اخي وكم استمر معك الموضوع هذا يعني هي فترة الطفولة خلاص تعود على الموضوع صفاء علشان يعني نخرجه من من الحزن وذكريات الماضي مع الكبش اللي ذبحوه سمعنا حاجة بصوتك طيب تمام إذا وسط صنع شفت ذيك الغزال أوكي الغزال من الكبش وسط صنعاء شفت ذيك الغزال من جماله طار عقلي وارتباش ما رأت عيني كحسن والدلال لا بأرض الهند ولا أرض الحبش ما رأت عيني كحسن والدلال لا بأرض الهند أو أرض الحبش في عيون سحر يفتك بالرجال والحلا بالشعر الأسود لن تتش في عيون سحر يفتك بالرجال والحلا بالشعر الأسود لن فتش أخدها التفاح والحاجب هلال والمباسم ورد أحمر قد فتش أخدها التفاح والحاجب هلال والمباسم ورد أحمر قد فتاش كامل الأوصاف محمود الخصال كل من شافه تعجب واندهش كامل الأوصاف محمود الخصال كل من شافه تعجب واندهش قلت له لما خطر يا ذا الغزال هل معك شي ما أنا هالك عطش قلت له لما خطر يا ذا الغزال هل معك شي ما أنا هالك عطاش الله جميلة جميلة هذه الأغنية هذه الفنان الكبير محمد سعد عبد الله كلماته ألحانه جميلة الكلمات جدا وأدائك أيضا رغم أنه من الجنوب هو يعتبر جنوبي ولكن غنى لون صنعاني وغنى عن صنعاء كمان هذا شيء طيب حاجة يعني. جدا رائعة بعد هذه الأغنية الرائعة شيماء إحنا طالعين فاصل قصير وراجعين إن شاء الله نصحبكم في باقة متنوعة من الفقرات. ليش يوم العيد ميلادي قاعد مع انه اصحابتي قاعد كلهم مبنزين. زوجته. ما شاء الله يعني اليوم الجو العيد والفرايح وجو الحب.
عاد تكثر الزواج والمناسبات. ايوه اكيد يستمتعوا دائما بالرسم ويعجبهم كمان الحموره. فهيا بنا لنرى اصحاب الخط. واجابه صحيحه حصلنا عليها من اسميكي ريان. وتستاهل ريان. حيوا ريان. محمد ربح معنا جايزه المبروك. حيوه. والان واعرف ان شيء واتوي يقول عن وطني انه وطنهم وبلادي تاريخي سكني اصبحت بلدهم رت السطور آلي عمران فهي التالي. انا استنى يا عين انا استنى يا عين حاك على خلونا نفتش في هذه الفقرة عن بعض المواهب. يا رب تحول لي في عما وشتين. وهذه أدوات مطبخ إذا تستاهل تشريط أجهزة. عدنا لكم من جديد ومباشرة نعود للاتصال الجديد. ألو ألو عيدك مبارك. أهلا وسهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وانت طيب. من عندي كل عام وانتم بخير. وانت بخير وصحة طيب وسلامة إن شاء الله. من معانا ومن وين؟ معكم ياسر الحقاني من جديدة. أهلا وسهلا يا ياسر. كيف كان عيدك هذه السنة؟ والله الحمد لله. الحمد لله الأعياد كلها زينة. الحمد لله. الحمد لله. نتمنى تكون كل أعيادنا بسلامة وعافية إن شاء الله يا رب. من تحب تهني يا ياسر؟ والله أحب أحمي أولا زوجتي. كل عام وهي بخير إن شاء الله. ثانيا أهني بناتي أولا آية وفاطمة وبشرى وجوري إن شاء الله يحفظهم لك. وأهني أمي ربنا يحفظهم لك يا رب ويديم السعادة عليكم يا رب. آمين وإياكم. وأهني كمان أصحابي وأصدقائي وأعرف أنهم الشيخ أيمن محفوظ الروحي. توصل تهانيك لهم إن شاء الله بالعيد وربنا يديم المودة ما بينكم. إن شاء الله وكل عام وأنتم بخير وشكرا على برنامجكم الرائع هذا وشكرا لكل الشباب ولكل العاملين فيها. شكرا لك يا ياسر. شكرا لاتصالك. شكرا لكم جميعا. شكرا لك وإحنا سعداء سعداء جدا بهذه الكلمات منك وبهذه الكلمات اللي يقولوها المشاهدين لما يتصلوا. إحنا سعداء أكثر بكم والله. وشكرا لك يا ياسر وعامك سعيد إن شاء الله. هذه الكلمات يعني تخلي انه مهما كان التعب اللي نقوم فيه يعني له ثمن. صحيح. وتخلينا ما نشعر بالوقت واحنا معاكم صراحه والله احنا معيدين رغم احنا ما خرجناش ولا تمشينا ولا شيء احنا بس هذا العيد معاكم. كله معاكم ان شاء الله ومبسوطين في بهذا العيد. صح يا صفاء. احنا قاعدين نتمشى الان من كل محافظه لمحافظه. صح صحيح. احنا اليوم احنا هذا العيد تمشينا بكل محافظات اليمن وسمعنا اصوات الناس يعيدوا بعض كل واحد يرسل تحيه ويفرح احنا نفرح معاهم. ايوه. وخلونا الان نفرح مع اتصال جديد ونستقبل اتصال ونقول الو. السلام عليكم. السلام عليكم. يا اهلا. كل عام وانت بخير بصحه وسلامه يا رب. من معنا ومن اين؟ وانت بخير ان شاء الله بصحه وعافيه باذن الله. الله يحفظك. من معنا؟ معك ام امير من عدن. يا اهلا ام امير. كل عام وانت بخير واهل عدن بصحه وسلامه. كيف العيد كان معاكي؟ الحمد لله. عيد العافيه والصحه باذن الله على الامه العربيه وجميع الخلق يا رب. اللهم يا امين يا رب. ايش التفاصيل تفاصيل العيد هذه كانت مره مميزه بالنسبه لك؟ والله
والله زي كل عيد يعني، زي كل سنة تجمعات أهل ومعايدات أهل وأحبة وأصدقاء، ويعتبر أفضل الأعياد يعني. الحمد لله، يعني اجتمعتم العائلة الكبيرة يعني، وكان عددكم كبير. الحمد لله. أيوة الحمد لله. أصلاً بتجمع الأهل بس. صح والله كلامك. كنت تشوفين صحباتة ولا تشوف خواتة وهم مبسوطات، هذا أجمل عيد. صحيح. يلا ارسلي تحايا لهم، سلمي عليهم. تحايا التهنيات وتبريكات لكم منتم والطاقم وعلى برنامج الحلم، والله يعينكم. آمين يا رب. أنا وأنت طيبين. وأنت طيبة يا رب، تسلمي. طاقم كله يقول وأنت بخير يسلم عليكي. وأنتم بخير إن شاء الله. آمين. والتهنية الخاصة بالمرة لخطيبي. الله يجمعكم على خير يا رب. لكم على متى خير. الزفاف إن شاء الله؟ آمين يا رب. إيه؟ الزفاف متى إن شاء الله بيكون؟ إن شاء الله. قريب؟ إن شاء الله. خير في خير بإذن الله. إن شاء الله قريب يا رب الزفاف. ان شاء الله دعواتكم ان دم لنا، وان شاء الله ربي يوفقنا ويسترنا باذن الله. امين امين. انتبه لها. ايوه توصيه من التلفزيون. ايوه شوف لو عملت لي حاجه ها تعالي لعندنا بس. الله يحفظكم يا رب يسعدكم. ومين كمان حابه يعني تشي ترسلي له تحايا؟ هو اخوانه، وان شاء الله عيدهم جميل وصحه وعافيه باذن الله. اللهم امين يا رب. الله يسعدكم يا رب ويسعدك ويسعد جميع عائلتك. على البرنامج الجميل والله، حلو البرنامج وفكرته احلى. انت اللي تسلمي لنا. انت اللي حليتي والله. الله يسلمك حبيبي. يلا شكرا، مع السلامه. مع السلامه. شكرا لهذا الاتصال، والله يسعدها يا رب ويتمم لها على خير. امين يا رب. اتصال جديد. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. من معنا ومن وين؟ المبارك. علينا وعليك إن شاء الله. من معنا؟ معي أم حلا. حلا من وين يا حلا؟ أم حلا. أم حلا حبيبي أهلا وسهلا. من وين يا أم حلا؟ من المثلة. أهلا وسهلا. كيف كان عيدك يا أم حلا؟ الله يبارك. إيش الألوان اللي لبستي حلا فيه بها؟ أيوة أيوة تسحتي. على طول لما قالت حلا تخيلت حلا. حلا إيش كيف حلت عيدك هذه السنة؟ والله زين، هي العيد هنا بالمثلة زين، بس الحمام أربعة. أنا أكره الصيف. أهم شيء العيد. العيد زين هنا بالمثلة زين، من الأثواب الفرحات الحجائق قلبها. الحمد لله. من تحبي تهني يا أم حلاء؟ هني زوج الغالي هاني جمال، وهني أبي وأمي كلهم كلهم كل سنة وهم بألف خير. كل سنة وهم بألف خير إن شاء الله. من كمان؟ غالية على قلبي حلا. الله يحفظها. كل سنة وهي بخير. كم عمرها؟ إن شاء الله تحلي أيامك كلها. آمين إن شاء الله يا رب. شكرا يا أم حلا، وكل عام وأنت بخير إن شاء الله. شكرا لاتصالك. نستقبل اتصال جديد ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. كل سنة وأنتم طيبين. وأنت طيبة. طيبة يا رب. من معنا ومن وين؟ ممكن أنا من محافظة كده. يا اهلا ام كنان، كل عام. ام كنان صح؟ ام امتنان. ام امتنان. ام امتنان. كل عام. كل عام وانت بخير يا ام امتنان، وبصحة وسلامة يا رب. كيف العيد معاكي؟ علينا وعليكم بالصحة والسلامة، والله عيد حلو باليمن. الحمد لله. كيف الاجواء؟ الجو حلو ومعتدل. اب جميلة بالصيف. اجواء حلوة. ما شاء الله، ما فيش امطار. الله يعينك. ربنا يمن عليكم بالامطار قريب ان شاء الله. امين امين. نشكركم، برنامجكم حلوه، دائما نتابعه بس نحاول نفوت ما ينتقل حقه. والحمد لله الحمد لله نحن اليوم سمعنا صوتك اليوم. الحمد لله يا امتنا. من الله يحفظك يا رب. يعني حابه تعيدي على حد ولا تهني على حد؟ عايد أبي وأخواني وجميع أهلي وعمي إلى السعودية، وعمتي إلى تركيا، وجميع عمومي وعماتي في اليمن الثاني. كل عام وهم بخير. الله يجمعكم على خير ويكون العيد القادم مع بعض، ويسعدك يا أم تنان ويحفظك، ويحفظ لك عيالك وأسرتك يا رب. فضلك أم تنان يا رب. آمين. شكرا على استقبالكم. انا في ذلك. شكرا يا ام امتنان. شكرا وعامك سعيد. نستقبل اتصال جديد. الو الو.
اهلا وسهلا، من معنا ومن وين؟ خليل من صنعاء. من؟ خليل. خليل اهلا وسهلا يا خليل، كيف كان عيدك يا خليل؟ افضل ما يكون، حالكم انتم؟ الحمد لله الحمد لله، احنا مبسوطين بعيدكم الجميل. من تحب تهني بالعيد؟ نهني الأمة العربية والإسلام الكامل يا رب. أهلا أهلا بخير، كل التحية له. أهلا بكم أنتم طاقم البرنامج. الله شكرا حرك. شكرا، كل عام وأنت بخير، يسلموا. يلا عسى. مع شكرا السلامة، شكرا على اتصالك يا خليل، شكرا. نستقبل ولا نرجع؟ أنا من رأيي نرجع لعند محمد. خلينا معك يا محمد، ايش نسمع صوتك؟ كيف العيد في تركيا بالنسبة لك يعني؟ عيدت يعني هذه المرة؟ عملت أجواء مع أصحابك؟ طلعتم خرجتم؟ والله مع الأسف لا، لأنه كنت مشغول. في الدراسة صح؟ تعرف أنه في تركيا موضوع أنه الإجازة تجي قبل العيد مباشرة، فما تقدر أنك تجهز نفسك وكذا، فشوية إحنا كبرنا على حاجة اسمها العيد يعني. لا العيد العيد في القلب يعني. أنا بالنسبة للعيد أن أنا أسمع صوت أمي، أشوفهم بالاتصال، أعيد عليهم، هذا هو بالنسبة للعيد يعني. كيف كان الاتصال مع الوالدة هذه السنة؟ والله أنا مع الأسف هذه المرة نمت الصباح برضو، فكانت هي قلقانة. وينك وينك وين؟ لأني أنا دائما معودها أنه أصلي العيد وبعد العيد مباشرة أنا أجلس منتظر لهم. فالعيد الماضي عيد رمضان هم ناموا عليه، هذا العيد الانتقام. طب الآن تدرس، أنت في مرحلة الدكتوراه. أي نعم. كيف الدراسة يعني؟ المرحلة التعليمية يعني إيش تخصصك يعني الآن؟ هو طبيعي كل مرحلة أنت لما تدرسها تكون صعبة عليك لما تخرج منها. لو سألتيني أيام الماستر بقول لك صعبة وكذا، بس لما تتجاوزها تكون كانت بسيطة، نفس الفكرة يعني. الآن تستصعب الشيء لأنه جديد عليك وشيء مختلف. تنصح الناس على طول أنه ما شاء الله أنت كنت على ماجستير بعدين دكتوراه، هو على حسب. هل يجب أنه تحس أنه واحد يتبقى يعمل يعني يبعد ما بين الدراسة، ولا حلو أنه واحد يواصل كل ما انتهى من مرحلة ينتقل لمرحلة ثانية؟ فهمتك. هو بالنسبة لي أنا تأخرت بالنسبة له، أنه في اليمن أنا درست يمكن 5 سنوات في الجامعة كمعيد، فتأخرت كثير يعني. المفروض أنه خلص الدكتوراه من فترة طويلة، ولكن تأخرنا يعني. أنا خريج 2011 جامعة يعني، تخيلي. فالموضوع أنه أيهما أفضل على حسب إمكانياتك، كنت أعرفها باليمن يعني. صحيح. إذا كان في اليمن تقدر أنك تدرس وتشتغل بنفس الوقت تدرس، كله بمجالك صح؟ أنا يعني. نعم. أنا صدق حابة أخرج من جو الدراسة التعليم. سمعوني سمعوني. طيب نسمعك وماله. يا منيتي. الله. سلام إليه الجفا، ليه تهجرني وأنا أحبك يا سلام. يترنم على البانا عشي قمر يا الروضة على غصن السلام، يترنم على البانا عشي قمر يا الروضة على غصن السلام، يذكرني بأحبابي يذكرني بأصحابي، وبكى للغرام وأنا أحبك يا سلام. يا منيتي يا سلا خاطري وأنا
احبك يا سلام، اله الجفا ليه تهجرني وانا احبك 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 يا سلام. الله السلام عليك. يا سلام عليك. يا سلام. أغنية يعني لها جو رائع بالعيد صراحة. الكلمات سلام. رائعة وصوتك جميل يا وانتم ذواقين. يسلموا اختياراتك. الله يبارك. وعامر ابدع في العزف. ما يحتاج. الله يحفظكم يا رب. الله يديم لك هذه الموهبة وتستخدمها إن شاء الله بالخير. نستقبل اتصال يا صفاء ونقول ألو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يا أهلا، كل عام وأنت بخير بصحة وسلامة يا رب. بصحة وسلامة وعافية إن شاء الله، كل عام وأنتم طيبين. وأنت طيب. من معنا ومن أين؟ محمد عادي العنيني من تعز. يا أهلا محمد، كيف العيد معك؟ الحمد لله. الحمد لله. والله نحن بخير بسماع أصواتكم في هذا البرنامج واستقبلنا اتصالات جميلة. محمد، هذا العيد وين عيدت؟ في أي منطقة، في أي مكان؟ في المدينة. أصلا أنت عايش في المدينة صح؟ في المدينة القديمة. أنت عايش هناك؟ أيوة متعز. يا اهلا. من تريد ان ترسل لهم تحايا وتعايد عليهم؟ والله احب اهلي وابارك لاولادي في تحيز وفي ساعه واصول بلدي في ساعه وفي السعوديه. ان شاء الله يسمعوك الان يا رب. الله يبارك فيك. واحب اهلي جميع الاهل والاصدقاء. يوصل سلامك لهم. الاجواء العيد مستمره معاكم؟ الحمد لله. الآن يعني أنت قاعد مع العائلة ولا مع أصحابك؟ لا مع العائلة. مع العائلة. سلم عليهم واحد واحد وقل لهم كل عام وهم بخير. شكرا لك. عجبكم البرنامج؟ والله أحلى برنامج. والله أنتم أحلى ناس وأحلى جمهور. الله يحفظكم يا رب. عامك سعيد. كل عام وانت بخير وتحياتي للعائلة. إلى اللقاء. قبل ما نستقبل اتصال جديد شيماء، نحب احنا نقول للناس اللي تمت تهنئتهم انه يعني انتوا يعني نتمنى انكم تكونوا سعداء بهذه التهاني، والناس يعني محبينكم يعني اتصلوا عشان يوصلوا لكم هذه التهاني، وفي مجهود كبير يعني يبذل عشان هذا الموضوع. صحيح. مشاعر طيبة نقلت لايف. تخيل. صحيح. الله يحفظهم. أتمنى أنهم يكونوا سعداء بهذه التهنئات. اتصال جديد. ألو. ألو. أهلا وسهلا. وعليكم السلام. عامك سعيد، من وين تكلمنا والاسم الكريم؟ فريد شوقي طياني من عمران. فريد شوقي، أهلا وسهلا. حياكم الله. أهلا وسهلا. أهلا فيكم كل أهل. كل أهل عمران إن شاء الله عامك سعيد. من تحب تهني يا فريد؟ أهني قناة شباب يمن شباب. كل عام وأنت بخير يمن شباب. تهنيك. هو عمل كوكت المزج بين قناتين جميل. أهني قناة شباب وجميع أبطالكم الإذاعة. سعيدين. منتج البرنامج يسلم عليك أمين ثابت يقول لك كل عام وأنت بخير وأنتم بخير. وأهني والدتي وأخواني في عمران وجميع الأهل والأصدقاء. وأنت بصحة وسلامة يا فريد. من حابب تهني بالعيد من أصحابك وأصدقائك وعائلتك؟ أهني زميلي وصاحبي جميل البن ونايف العبدي ومحمد الغندي و جميع الأصدقاء في حالتنا. كل عام وكل خير وصحة وسلامة إن شاء الله، وتوصل لك توصل لهم تهانيك جميعا إن شاء الله، ويكونوا يسمعونا ويسمعوا تهانيك لهم. شكرا لك يا فريد وسعداء باتصالك. شكرا. شكرا لك فريد، ونستقبل اتصال جديد ونقول ألو. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا، كل عام وأنتم بخير بصحة وسلامة يا رب. من وين وإيش اسمك؟ وأنتم بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. يا أهلا، من وين تكلمنا؟ أكلمكم أنا من تعز، أشكركم من مارس. أنت يا أهلا، كيف العيد معك؟ قبل ما نتكلم عن العيد إيش اسمك؟ محمد جبالة ثاني. محمد، يا اهلا محمد، كيف اجواء العيد في مأرب؟ والله اجواء العيد اجواء رائعه وطيبه، واحنا من نشاهد قناه شباب يتكلموا العيد وفرحه العيد. الله يحفظك. الحمد لله نحن حاولنا نعمل لكم اجواء علشان يعني نذكر زمان، كانت هذه البرامج من البرامج الجميله المحببه للناس في البلاد والمناسبات الجميله. بس يعني أقول تعدلوا الاسم، محمد سالم مش صالح. محمد سالم، محمد سالم، عدلوا الآن، بيعدلوا الآن، يعدلوا الاسم إن شاء الله. الله يحفظكم إن شاء الله. آمين يا رب. من حابب تهني بالعيد؟ أهني أمي الغالية نور محمود العزي، وأهني زوجتي الغالية وفاء أحمد محمد، الله يحفظهم يا رب، وأهني أولادي وأهني الأمة الإسلامية والشعبية خاصة، وتهنية خاصة للدكتور أسامة توشي. كل عام يسمعك الآن بخير وإن شاء الله توصل لك، توصل له إن شاء الله هذه التهنئة الجميلة. محمد، أجواء العيد مستمرة معك؟ الله يحفظك. الأجواء العيد عاد مستمرة معك ولا خلاص يكفي خامس أيام العيد ونقفل الباب؟ لا جامعة، لا من أحد، بالدوام بعدين خلاص. انبسط، انبسط بالإجازة وإن شاء الله ترجع للشغل بروح يعني جديدة يا رب. الله يعطيكم العافية إن شاء الله، ونتمنى التقدم والتقدم يعني. آمين آمين، شكرا جزيلا لك يا محمد سالم، وكل عام وأنت بخير وصحة وسلامة. اتصال جديد، نقول ألو. أهلا وسهلا، عامك سعيد، عيدك مبارك. ألو، مرحبا. نتمنى أن تسمعينا من التليفون عشان الصوت يوصل سريع ونتكلم مع بعض وتهني أصدقائك وعائلتك. تسمعينا؟ نعم، وأنت بخير. وانتي بخير. اهلا وسهلا، من معانا ومن اي منطقه؟ تسمعينا؟ الو، اسمعينا من التليفون. ايوه اسمعكم. تمام، ايش اسمك ومن وين؟ ايوه، نقصي صوت التلفزيون علشان تسمعينا كويس من الجوال. ايوه الآن تسمعينا؟ أيوة معكم بسمة الهرسي. بسمة، بسمة من وين يا بسمة؟ من صنعاء. أهلا وسهلا يا بسمة، بسمة ولا بسمة لا؟ بسمة. بسمة بسمة. من تحبي تهني يا بسمة؟ أحب أهني أمي وأخوتي وكل الأحباب إلى كثير. الله يحفظهم لك يا رب. كيف أجواء العيد عندك يا بسمة؟ بسمة بسمة. أيوة، كيف أجواء العيد؟ ربشنا المخرج. الله يسامحك يا علاء. يا بسمة، أنت معنا؟ آمين يا رب. آمين آمين. يبدو أن الصوت، يبدو الصوت يوصل لك متأخر يا بسمة. إحنا سعداء باتصالك، وإن شاء الله توصل تهانيك للأهل والأحباب، وعيدك سعيد ومبارك إن شاء الله دائما يا رب. شكرا لك. نستقبل اتصال جديد يا صفاء ونقول ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا، كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة، من وين تكلمنا وإيش اسمك؟ محمد. سامر من مدينة. سامر، اهلا يا سامر، كل عام وانت بخير وصحه وسلامه يا رب. كيف الايام معك؟ كلمنا عن اجواء العيد يا سامر. والله الاجواء تمام الحمد لله، مع الاهل والاحباب. والله مع الاحباب طلعت مع اصحابك، عملتم جلسات؟
الحمد لله تمام. الحمد لله. من تهني؟ من تحب تهني بالعيد؟ سعداء بتهنئتك. يوصل تحياتك لهم يا رب، واحنا كمان نهنيك ونقول لك كل عام وانت بخير بصحة وسلامة. وانتم بخير بصحة وسلامة. شكرا يا سامر، وكل عام وعائلتك بخير. شكرا شكرا يا سامر. نستقبل اتصال جديد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام، عيدك مبارك. من معانا ومن وين؟ عبد الله. عبد الله من وين؟ من الضالع. من الضالع، اهلا وسهلا فيك وباهل الضالع كلهم. كيف كان عيدك في الضالع؟ ان شاء الله دائما بخير. ومن تحب تهني يا عبد الله؟ صوتك مش واضح يا عبد الله، من تريد ان تهني؟ عبد الله ارفع صوتك شوية. وانت بخير يا رب، ارفع صوتك عشان توصل التهاني تبعك. والله يا عبد الله يعني الصوت ممكن يتقطع كثير او التغطية فيها مشكلة، لكن عبد الله من الضالع شكرا جزيلا لك، وكل عام واهلك بخير، وان شاء الله كل اصحابك يسمعوك الان. ان شاء الله ان شاء الله. اكيد انه عبد الله كان حابب يوصل التهاني لكل اهله واصحابه واحبابه، لكن ان شاء الله يعني نعتبرها وصلت ان شاء الله. شكرا يا عبد الله. كل الناس اللي الخطوط يعني ما حالفتهم الحظ انه يتواصلوا معنا، نقول لكم كل عام وانتم بخير، ومهما كان يعني احنا سعداء بمحاولاتكم. ونستقبل اتصال جديد ونقول الو، السلام عليكم. الو، السلام عليكم. شيماء خلينا نستقبل الاتصال بعد ما نرجع للضيف اللي عندنا في الاستوديو محمد. خلي محمد، احنا سعداء بوجودك وسعداء باحاديثك. يعني الله يسعدك. احنا يعني ننوه لمعلومه انه انت من ريما، وانت تقريبا اول ضيف معنا من ريما. احنا نحب يعني كنا مبسوطين احنا نعرف معلومات اكثر عن ريما وعن الاجواء. انا اتمنى اسمع منه اللهجه الريميه لاني مره صعبه وما فهمش. ايش رايك يعني اختبرك؟ ممكن تختبرني. يلا ممكن بعطيك جمله انت حاولي تفهميها. اوكي. كونك شوك شمهك لكن كوك. لا يلا. كونك ششم. كونك شوك اشمهك لكن كوك. يا الله ششمهك. يا سلام عليك. كنت ايش فنان باللهجه؟ لحظه احنا ما لحقناش نسمع. كنت اشوفك لكن ما قدرت ثاني. بشرح لك ايش الاشكاليه. احنا عندنا التاء ترجعوا كاف، يعني بدل ما نقول كنت نقول كونك. ايوه خرج طلع. ايوه طيب، فعندنا التاء ترجع كاف. طب اشمهك فكونك هذه خاصه بنا كمان اصحاب. اشمهك اللي اشوفك يعني. عامر انت من وين تعرف اشمهك؟ لا لا هذه فوقت سمعها مني من قبل. اوكي. لا والله اول مره اسمعها بجد. والله اول مره. لكن في تغشيش من الحس الفني. ممتاز. جيب لها واحده ثانيه صعبه. حاول تطلع على شيء صعب. لا انا ايش في صعوبه بعد كذا؟ في صعوبه بعد اشمهك؟ لا هو على فكره فيها مفردات يعني ريميه بحته، مثل كلمه اشمهك وشوك. شوك اللي هي اشتي او اريد. واشمهك يعني اشوفك. يا الله اول مره اسمع والله. يحتاج لنا اغنيه بالريميه يعني نوريهم نقول لهم هذه اجنبيه ولا لها علاقه باللغه العربيه. نالف نالف لازم. في معك كمان جمله نتحدى فيها عامر ولا؟ والله ما يخطرش على بالي الان. طيب لما تتكلم مع امك تروحوا للهجه الريميه؟ تقول له اشتي اشمهك. هي الاشكاليه انه لما نزلت الحديده لو تكلمت بلهجتي ما راح يفهموني. فاضطريت اني اتكلم لهجه بيضاء، لان المدن الساحليه دائما تكون مختلطه من كل المناطق اليمنيه. صحيح. فتحصل من تعز، من المحويت، من حجه، من صنعاء، من كل المناطق، فتضطر انك تتكلم لهجه بيضاء عشان الكل يفهمك. لكن يعني في العائله مثلا لما يتكلم معي واحد ريمي افهمه. بس في صعوبه ان انا ارد عليه. بس العائله صفاء اتوقع الان معظم يعني الناس اللي يتكلموا اللهجه البيضاء لما يتكلموا مع اسرهم. يعني مثلا انا لما اتصل مع امي اللهجه الشرعبيه تخرج من مدري من وين. هي لما تحصل شخص يكلمك. ايوه تخرج منك لا اراديا. صحيح. هي تجيب لنا الان جمله صعبه بالريميه ونتحدى فيها عمل يتغني. اما ايوه اما جمله صعبه ولا نسمع اغنيه. يلا نسمع اغنيه.
والله هذا تحدي. يلا يا تجيب لنا غني يا عمي تغني. يلا غني غني يعني ايش غنيش سكت وقل لي روح راعي لي وباقي لك أنا مليت وما عاد فيش معي يا قلب فاضي لك كفاية شوف لك غيري وغني له مواويلك وغني له برغم اني معك ضحيت وعشت الدنيا من شانك وعنك عمري ما استغنيت جازني بهجرانك برغم اني معك ضحيت وبعت الدنيا من شانك وعنك عمري ما استغنيت جازني بهجرانك وعاد جيت تحس بعد ان القلب فاضي لك وعاد جيت تحس بعد ان القلب فاضي لك كفاية شوف لك تسمع كلام الغير وكل ما يدور في الساحة خلاص ما عاد منك خير ولا من عشرتك راحة مدام تسمع كلام الغير وكل ما يدور في الساحة خلاص ما عاد منك خير ولا من عشرتك راحة خلاص لا عاد تكتب لي ولا تبعث مراسيلك خلاص لا عاد تكتب لي ولا تبعث مراسيلك كفاية شوف لك غيري وغني له مواويل وغني له مواويل ما شاء الله يا محمد أغنية هذه كانت خاصة عندي صراحة تغنيتها بأحد الحلقات غنيتها قبل حلقات لحنها جدا قريب من القلب وكلماتها غنى للمرأة وغنى للوطن وغنى ل يعني لكل شيء تقريبا شيء. يعني فيها سلسلة من الأغاني كلماتها فيها عتاب يعني رقيق وفيها عتاب شعبي وحلو وبليغ
وخلاص سيبني وروح. نحب الحنق احنا رغم انه عيد يعني. نروح لعند المتصلين. نستقبل اتصال ونقول الو. السلام عليكم. الو السلام عليكم. يا اهلا، كل عام وانت بخير بصحة وسلامة. من معنا ومن اين؟ معي سناد الحراني من المدينة تعز. اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، كل عام وانت بصحة وسلامة. من حابب تهني بالعيد؟ أهمي أبي وأمي وأخواني وخواتي وكل الشعب اليمني الجميع وكل طاقم من شباب الذي أمام الكمال بخرة الكواليس. الله يحفظك. شكرا لك. شكرا، نشكرك كلهم ويعيدوا عليك. نايف إن شاء الله إن شاء الله. وهذه الفرحة تعتبر تعز معها فرحة صغيرة بفتح المنفذ. أنا كنت فيه الحمد لله إن شاء الله عقبال. يعني عملنا البرنامج الحمد لله على فتح الطرقات وعلى عيد جميل، وسمعنا الأصوات الجميلة والتهاني الرائعة منكم. نايف، سمعت الفنان محمد النجدي، كيف كان معك؟ كيف الأغاني حقه؟ محمد سعد عبد الله يعتبر من أفضل الفنان الذي كلمته وألحانه وغناه كل الفنان العربي الوحيد. والله إيش أكثر أغنية تعجبك لمحمد سعد عبد الله؟ يوم الأحد صراحة. يوم الأحد في طريقي. سمعنا سمعنا يلا. بيت أو أول بيتين يلا. أول بيتين. يوم الأحد في طريقي. صدف. ما عندي صوتي مش. يا شيماء ليش الإحراج يا شيماء؟ الله يحفظك ويسعدك ونتمنى لك كل الخير. من حابب تهني بالعيد عن طريق يمن شباب؟ جميع طاقم يمن شباب الخير ومزيد من التطور. آمين يا رب. والرب إن شاء الله. إن شاء الله. الكل يسلم عليك وينقل يعني يقول لك كل عام وأنت بخير، وشكرا على هذا على هذه الكلمات الجميلة منك. الله يحفظك. شكرا شكرا. معنا اتصال ثاني يا شيماء. تقريبا هو الأخير. تقريبا هو الاتصال الأخير. اتصال الأخير وقول ألو. كل عام وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. من معانا ومن وين؟ محمد المهرابي من تعز. أهلا يا محمد وأهلا بكل أهل تعز. من وين من تعز يا محمد؟ من صبر. من صبر، أهلا وسهلا بأهل صبر. كيف كان عيدك يا محمد؟ والله عيدنا أنا في مارب. عيدت في مارب مش في تعز. نعم. إن شاء الله العيد الجاي تكون في تعز إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يسعدك يا رب. من تحب تهني وانت كذا في وانت بعيد عن تعز؟ من تحب تهني؟ تهني أمي وأبي وجميع أصحابي صدر كامل. كل عام وهم بخير وصحة وسعادة، وإن شاء الله ربنا يجمعك فيهم على خير. آمين يا رب. كل عام وهم بخير. كل عام وهم بخير. إن شاء الله يسمعوك الآن. وتهنية خاصة لأصدقاء عبد الله زنا وخليل وعبد وفدام وجميع الأصدقاء. كل عام وانت بخير وكل أحبابك وأصدقائك إن شاء الله. شكرا لك. شكرا وسعيدين باتصالك. سعيدين بجميع الاتصالات. جميع الاتصالات. ومحمد كان آخر واحد. احنا حزينين إنه هذا كان آخر اتصال. نعم صفاء. ختاما لكل المشاهدين والمتصلين والضيوف الكرام اللي رافقونا من أول حلقة في تغطيتنا العيدية لآخر حلقة فيها، نقول لكم جعل أيامكم كلها عيد وحب وسعادة وفرح، محققين لكل أمانيكم. ونتمنى أن تكون تغطيتنا هذه نالت إعجابكم يا رب. وكنا أنا وزميلتي صفاء خفيفات ونسمت عليكم وجعلنا جزء من أوقاتكم ممتعة في اللحظات اللي إحنا رافقناكم فيها. نعم، أنا وشيماء مش حننسى اتصالاتكم وتهنئاتكم المميزة اللي خلت عيدنا عيدين بكل كلماتها ومشاعرها الطيبة. عيدنا بكم ومعكم كان أجمل الأعياد. نعتذر لكل شخص ما حالف الحظ وقدم وما قدم يعني مشاركته وتهنئته لمن يحب بسبب ضغط الخطوط. نتمنى أن تكون أيامكم كلها أعياد وسعادة، على أمل اللقاء بكم من جديد إن شاء الله. طبعا هذه تحية مني ومن صفاء ومن جميع طاقم البرنامج. كونوا بخير، إلى اللقاء، مع السلامة.
عيدك مبارك أيامك سعيدة عيدك مبارك أيامك سعيدة بسرور وقبول تبقى